وكان جلالة الملك المفدى قد وصل بحمد الله ورعايته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث كان في مقدمة مستقبلي ومودعي جلالته سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة وأعضاء السفارة. هذا وقد عاد حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى إلى أرض الوطن بحفظ الله ورعايته هذا اليوم.